مرحبا بك بحذنا ويشرفنا حضورك معنا في حلقة اليوم. ميرسي بوكو، شكرا على الاستضافة. شو شعورك اليوم بعد ما فيلم آخر من أفلامك حقق نجاح باهر وسجل أكثر من 500,000 حاجز في أيامه الأولى؟ بيان سور منجم يكون كان شعور باهي مبني على الفرحة، وهذا فخر كبير تزاد في كاريري الشخصية. شو السر وراء إنجازك لسلسلة أعمال ناجحة حطمت الأرقام القياسية؟ السر هو الغرام. ما تنجم تنجح في دومين في عيشتك كان كي تبدأ مغروم به وشغوف به، وكي تبدأ المحبة متوفرة البيبان الكل تتحل في وجهك. نجاح صعيب أما ماهوش مستحيل. الجمهور حبي يتعرف عليك أكثر ويتعرف على حكايتك وسوفتو بدايتك في مجال صعيب كما هذا. مهد، مهد يا مهد، مش تحب تبرا جيب لنا حاجه هالعشية؟ قتلتنا بالعطش. كافي كريم كابوسان، تستناش دقيقه نكمل فقرتي ولا تعرفش كيفاش؟ مش لازم تو نمشي تدلل. عايش خويا كابوسان كافي كريم دي كيزيد فوليوم وي شفتوا اللي تقربين هون؟ اي كنت في عايش منتصر. شو تعمل هنا؟ ولا عينيك قاعد نخدم على روحي. يا اخي نورمال انت مضيع قرايتك وجاي تخدم لهنا؟ كان فما اي حاجه كلمك باه هاكا تليفون ما بينك. محلاها السماء الزرقاء، ومحلاها النوار، ومحلاهم الصغار كي يبداو يلعبوا، ومحلاها الدنيا، نعمة اللي تنجم تشوفها بعينيك. أما علاش؟ علاش فما أكحل ما فماش كان أبيض؟ وعلاش الحيط هيك ممسخ؟ والشباك هيك مكسر؟ ما برشا عبيد تعبوا عليهم، علاش عبيد اخرين يكسروهم؟ علاش؟ حاجه ماهيش مفهومه. منتصر ها جيتك. عيط لي بابا، حبيت نشوفك جيت ولا لا. شبيك تكح هيك يا اخي؟ مكسيخو في دويك هكت الدوي ليها نهارين وفات. باهي تعالوا نتصرف غدوة نجيبهولك. اش فما منتصر؟ جايبني سقي على من راسي. سامحني كي قلقتك. منتصر المدة هذه كل ماكش عاجبني، شني حكايتك؟ شوف مهدي، انت صاحبي اخويا من حقك تعرف شنو اللي صاير. ملي توفيت امي بابا مرض، ما عادش نجم يخدم ولا عايش بالدويات اللي نجمش يخلصهم. نجمش نقعد هكا يا نيرة، لازمني حل يا مهدي عاوني. اسمعني، عندك فكرة على تمثيلة؟ التمثيل حلمتي، أمنيتي نولي ممثل، هوايتي ملياني صغير. وانت شنو في مخك؟ شعليك زيت العبد الصحيح، أما ما فما حتى شيء يجي بالسهل. بطبيعة البروسيدور ما كانتش سهلة، كان فما برشا تعب وشقاء. أما الظروف الصعيبة اللي تواجهها في عيشتك لازمش تكون عائق، بالعكس هي اللي تشجعك وهي اللي تدزك القدام. الصعوبات هي اللي تعاونك باش تغتنم الفرصة. الفقر كان ديما حاجز ومعرقل كبير لبرشا أشخاص بيناتنا، وما نفقوش بهم، ومسبب برشا آلام وحسرة اللي تأثر على شبابنا سواء على مستوى الدراسي أو الاجتماعي. أما لازمنا نكونوا كيما منتصر
ونتحلوا بالعزيمة والشجاعة والمسؤولية ونكونوا محيط واعي باش نجم نخرجوا النور اللي فينا.